هاي دراسات العلمية ما أظهرت لليوم فرق واضح ومهم بين الطعام العضوي والطعام المزروع بالأساليب التقليدية من ناحية الأمان والقيمة الغذائية والطعمة. ورغم هيك عم تتطور هالزراعة بمعدل 10% كل سنة. ثورة صناعية غيرت أساليب الزراعة وأدت لبروز حركة بتدعي للزراعة العضوية كردة فعل على التطور الكبير واستخدام المواد الكيماوية. بيخضع الإنتاج العضوي لقوانين معينة وهو مختلف عن الزراعة المنزلية. بالاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كندا، اليابان وبلدان تانية لازم يحصلوا المنتجين على شهادة زراعة عضوية ليسوقوا منتجاتهم تحت هذا الاسم. ومن شروط الحصول على الشهادة مراعاة التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي. مين قال إنه هالزراعة مكلفة بس بيئية بامتياز؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.